كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. حنا كنتواجدوا في منطقة بوير، كنعانيو من ناحية المواصلة، كنطلبوا من جهة معنية الناس المهمين يشوفوا لينا بعين الرحمة ويصلحوا لنا الطريق. كنعانيو من ناحية الشتاء، تشخاطون والماء والأطفال ديالنا والتلاميذ كيتكرسون واحد الدرجة، وما كيتجاو في الصيف كذلك ومثال الغبابار وعدم المواصلة وكذا. كنطلبوا منهم يجندروا لينا بعين الرحمة ويصلحوا لنا الطريق في القريب العاجل. انا كنجي هنا مره في العام، كنقول كنقول غنصبر الحومه تبدلات، كنجي كنصبر وبقى في نفس المشكل. تبارك الله الشباب، شحال الشباب لا خدمه لا ردمه، فين باش يخدموا هاد الناس ويخدموا لنا في الحومه ديالنا؟ حنا شنو دابا هاد الشيء؟ حنا البارح غرقنا بالماء، الماء وصلنا حتى للدار وفي ما نهش شي حاجه كتجمع لنا، وما كاينش ما كملوا على الطريق، ما كملوا على الواد، ما كاين حتى يهضر على شي حاجه. هاد الحومه يتيمه ما عندها حتى واحد ما كيهضر عليها حد. هادي كتشوف العيال البارح والله ما صاب شي واحد مين يجوز. الدنيا هنايا عامره كلشي ميوه، الدنيا غارقه، ما يودي يهضر ما كاينش، ومع من تهضر ما كاينش، ما كاين اللي يهضر علينا، ما كاين لا جمعيه لا والو. لما كان كيدوز جاو الناس اماندي تعدلوا كل شيء وخلونا هنا غارقين كل شيء، ما جبر حتى واحد من يدوز، لا نساء لا العيال المدرسه. انت كتشوف العيال المدرسه ما صيفطناهمش للمدرسه، دائما احنا غارقين هنا، ما كاينش اللي يهضر علينا ولا حتى شي واحد يهضر علينا. انا شوف دائما غارقين هنا في هذه الحمى، وانت كتشوف الصخوره ما كنجبروهم يجبوها، العيال ما كنشوفهم وكذلك. اصلا ما كاينش اللي يهضر علينا، ما كاينش، ما كاينش لا طريق لا من هنا لا من هنا، كلشي لا السلعه مني ما كنجبرو حتى من يجيبوها. الطريق ما كاينش، العيال كيمشيو للمدرسه ما كيجيو مكرفصين، الله يحسن العون. لا هذا الحر عدلوه شي كيغلق شي، هو كلشي ضايع هنا، كلشي لا مدرسه لا طريق لا لا واد الحر، الواد الحر عاش يشركو شي ما شركوه، التراب لا يدخل فيه والواد لا والله يرزق الصبر وصافي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.